بعد تساقط الأمطار الأخيرة وكشفت قطراتها عيوب العمارات، ها هي عينة من مسكن السيد قايد شريف ابن دائرة سيد نعمان الذي سقط سقف منزلهم بشكل جزئي. المهم انا عندي افئيد الحاله، الحاله تاعي راك تشوف فيها كيف راهي، الصوره تعبر على الواقع. وبعثت للسلطات المحليه، بعثت للسلطات المعنيه بالامر، ما كاش اللي رجع لي، كل واحد كيف يقول لك، ما كاش حل. وكل خطر عندي، كل عام نعاودها، ما كان حتى لا هذيك الخطره طاح الباكو وعاودته، طاح الدار عاودتها، طاح الشتا راه طاح، الشتا مش مخدومه من الفوق مليح، عاد طاح فيها الشتا مع الاخر تاع الحمام هذاك والاخر بزاف، غير تتعمر بزاف تعاود. رحت للولايه، طلعت للولايه، بحثوا الرئيس الدائره، كي بحثوا الرئيس الدائره، الرئيس الدائره قال لك انا ما عنديش دوك سكن، رجع لي عاود يبعث لي قال لي ما عندي سكن. وهي رايحه دائما هكا، كل خطر يقول لك دوك، كل ما تسرب حصه تاع سكنات كي تخلص يقول لك انا ما عندي سكن. في الوقت تكون عنده سكن يكون انت ما يشوفكش، في الوقت اللي تخلص سكن يقول لك انا ما عندي سكن. ودوك ثلاثه بنات وطفل، كيف راح تفرق بيناتهم في الله. ومما زاد الوضع سوءا كون زوجته تعاني من امراض مزمنه، وابنه مقبل على عمليه جراحيه على مستوى العين. الزوجة تعاني من النف، عندها النف وعندها مرض مزمن تاع السكر، هذيك النهار كيما سربوا السكر طلع عليها السكر حتى العشرة، عندك وقتها بك وقتها كلش. عندي طفل انا عنده عينه ثاني، هما ساهموا طلبوا لي عملية، العملية كي ديرها وين ديرها؟ انا ندير له عملية هنا، هذاك قال لك 18 سنة يديرها، هذوك في عمر 17، على الاقل واحد العام، واحد خمس شهور ست شهور نديرها. وهذا القرار تاع الافين كانت تكلم عليه رئيس الجمهورية اللي كان السابق، هو كان رئيس وزير السكن، كان هو وزير السكن، تكلم عليها قال الآن تتبدل تتغير. السيد قايد شريف يطالب الجهات الوصية لتغيير مسكنه إلى مسكن يحفظ كرامته وكرامة أبنائه.